إذن هناك جملة من التعهدات التي أطلقها أطراف السباق الانتخابي في إسطنبول، ضعينا في صورة تفاعل الشارع مع هذه التعهدات. نعم أسيل، بداية مساء الخير لك وللمشاهدين. يعني هناك مؤثرات كثيرة إن كانت داخلية وخارجية تلعب دورا مهما في العملية الانتخابية، إن كان لتحديد المزاج الانتخابي في الداخل أو الدعم الخارجي. ولكن اليوم انطلاقا مما ذكرته في المقدمة بأن كمال أوغلو قدم وعودا للولايات المتحدة الأمريكية بأنه سوف يلتزم يعني عقوبات على روسيا، اليوم لابد من الانطلاق من حدث بارز وهو انعقاد اللقاء الرباعي في روسيا. هذا اللقاء يعني إن دل على شيء هو يدل على أن تركيا أردوغان اليوم هو لاعب أساسي دولي، وكذلك لم ينتهي دوره هنا بعد. وبعد هذا الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وإيران، أيضا كان خرج وزير الخارجية التركي وأكد التزام تركيا بالتعاون يعني من أجل مكافحة الإرهاب، وأكد على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية وأيضا توفير البنية التحتية لإعادة اللاجئين السوريين، وكذلك اتفق المجتمعون على وضع خارطة الطريق للنهوض بالعلاقات الروسية التركية. كنت ذكرت سابقا عن أن التسوية تمت وأنجزت ما بين تركيا وروسيا، وهذه نقطة أساسية في الانتخابات الرئاسية التركية، فهي أيضا تدل علما أن هذا اللقاء الرباعي كان حكي عن أنه سوف يتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، ولكنه أعيد انعقاده اليوم، ربما في ذلك إشارة من روسيا يعني إعطاء قوة دعم ودفع إيراني وروسي لأردوغان مقابل الولايات المتحدة الأمريكية، هي المنزعجة أصلا من العلاقة الجيدة ما بين تركيا وروسيا، وخاصة لجهة شراء الولايات المتحدة أو تركيا يعني طائرات S-400. وفي المقابل هنا نجد أن كمال أوغلو يقدم أوراق اعتماد للولايات المتحدة الأمريكية، مثلا هو يقول أنه سيعيد ترميم العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة، وأنه يلتزم العروق سوف يلتزم العقوبات التركية، وكذلك جميع ما يقدمه كمال أوغلو من تعهدات، وأيضا ربما العامل الأبرز والأهم الذي يعول عليه كمال أوغلو، وهو ربما العامل الاقتصادي وانهيار العملة التركية، وربما وصولها تقريبا إلى 2000 ليرة مقابل 100 دولار. ربما جميع هذه التصدعات على المستوى الاقتصادي، هذا الشيء أثر على شعبية أردوغان. أسيل، يعني لو كان يمكن فعل شيئا لكان فعله الرئيس رجب طيب أردوغان وأوجد الحلول من أجل الخروج من هذه الأزمة المالية، فكيف بكمال أوغلو أن يأتي إلى الحكم ويعني يعيد تنشيط هذا الاقتصاد وهو ما لم يستطع أن يفعله أردوغان؟ هناك شيء لا منطقي في هذا الموضوع، وربما الكل يقول أن أوغلو يستند في هذه الوعود، هو يستند على الدعم الغربي. يعني أوغلو نجد أن كل خطاباته هي موجهة باتجاه الغرب من أجل يعني استمالة دعمهم، ولكن في الداخل نجد أن المجتمع أو التركيبة المجتمعية التركية هي بمعظمها محافظة، وبالتالي يعني هم ما يهمهم القضايا المعيشية وأيضا القضايا الدينية لجهة مثلا الحجاب وممارسة المعتقدات الدينية بأريحية، فنجد أن أوغلو يعني يوجد قلقا لدى المجتمع التركي لهذه الناحية. وأيضا هناك يعني بحسب قربك من الشارع في إسطنبول، هذا يعني وأيضا ربما ما تؤكدين عليه بأن ربما شعبية كمال أو ما يعول عليه كمال أوغلو ربما لم تجدي نفعا حتى الآن ولو كانت بشكل نسبي.
نعم، يعني هي لم تجدي نفعا كل هذه الوعود، ربما ليست واقعية وليست منطقية. يعني صحيح أنه يعد بإعادة يعني الحياة إلى الاقتصاد وكل ما إلى ذلك، ولكن ليست لديه مقومات. هو ينافس اليوم مرشح قوي في السلطة بيده، وهو يعني حكم تركيا لعقدين من الزمن. حتى اليوم أود أن أشير أيضا أنه كان في إحدى المناطق استقبال شعبي لأردوغان باللغة الكردية، وأيضا في منطقة أضنة كان هناك كمان احتفال شعبي استقبل الرئيس التركي أضنة التي عانت من الزلزال، فالمواطنون هناك وكأنهم يقولون له شكرا على ما قدمه لهم أثناء الزلزال واحتواهم، خصوصا أنه قدم التعويض لهم، وهو يعني أفرغ المساكن الطلابية وكذلك السياحية من أجل إعطائهم المساكن وإيوائهم فيها والتعويض بكل ما خسروه. يعني هناك عوامل كثيرة ومتعددة إذا ما تحدثنا عنها لا تنتهي أسير. شكرا لك هبة. إذا مفدتنا إلى إسطنبول الزميلة هبة عياد، شكرا جزيلا على جميع ما تقدمت به من معلومات وإيضاحات. شكرا لك.